السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في الفيديو. أتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الظروف إن شاء الله. أتمنى منكم تفرجوا في الفيديو كله وديروا لي لايك وتدعموني، ويبقى لكم كل الشكر إن شاء الله. هذا النهار أنا غادي ندير شوية تشهين، شوية ديال الحوت السردين، غندير شوية السردين شوية ديال الشلاضة، وتابعوا معايا. دابا غادي نغسل السردين إن شاء الله، ودير الدنجال. غادي ندير واحد الطريقه ديال الدنجال ديال الزالوك، غادي نصايبو درتو الكيتشوا هذا باش ندير شويه ديال الفلفله، زالوك ديال الفلفله حتى هي. هنا غادي نغسلو ان شاء الله، صراحة شحال مقينا قينا السردين مقلي، باغي نديرو في الفران ولكن شوية مشى الحال. هاد ما كنحيدو ليه هاد الشوط ديالو ولا شي جناب، نحيدو ليه السنسل. كنغسلو مزيان في هاد المرة الأولى عاد باش نعاود نغسلها الثاني. بعد ما دات كل العطريه هنايا ديال الحوت، اصبروا مع الناس الثومه، المهم كل العطريه، غادي ندير هاد السردين هنايا بعد ما غسلته مزيان، وغنخليه يترقد. كاين الحامض وكاين كله هنا داك العصير ديال الليمون الحامض، وغادي نخليه حتى كيترقد. كيما شرب العطرية كيجي غزال. هانتوما دابا كل العطرية غندخل هنايا، بعد ما تشوات لينا هاد الدنجالة هادي هيا كيفاش كتولي. صراحة بقا سخونة بزاف، كتشوف كتولي بحال هكذا. هاهي الدنجالة التانية، نديرو لها عاوتاني تحرق هكدا. Thank you.
لو كان الفاخر غادي يجي لذيذ على البوطه، غادي يجي حسن من البوطه صراحه، ولكن اللي ما عندوش اتساع يعني راه غادي ديباني بحال هكذا كما كندير انا وصافي. اللي ما عندوش فين غادي يدير الفاخر حتى في الفران كيجي مزيان، حتى لك تشعل الفران، ولكن مع الصهد ما غتقدريش. بالنسبه لي انا مع الصهد ما نقدرش نشعلو، الدار غتسخن بزاف، هاد السخونيه هو كيفاش كيجي بحال هكذا. غنزيد عليه مطيشه مقطعاها طريفات صغار، العصير ديالها هكذا عاد باش نخليه شويه كيطيب بالمطابع المطيشه، عاد باش نزيد عليه العطريه. هنايا درت السرديت، شديتو درتو في الدقيق ديالو، هيا هذا الدقيق هذا ديال شويه ديال الفرص وشويه ديال الشعير، دقيق ديال الشعير ومعاه شويه الملح وشويه البزار، كيجي غزال، كيجي مدير من غزال به، ما كيشربش كاع الزيت، ما كيخليش يشرب لنا الزيت. ها الزعلوك ديالنا كيفاش كيجي، وهو ملي طاب العشاء ديالنا. كل واحد خير في دارو بالصحة والسلامة، بصحتكم وشهيتكم. درت غير شوية ديال الزعلوك، الزعلوك بالبنجال، شوية ديال الشلاضة المطيشة اللي بنتي مكتاكلش فيها سنتو، شوية ديال الشلاضة مغربية ديال الشلاضة المطيشة وبصلة، شوية البصلة وربيع هادي، هاهي الزعلوك ديال الفلفلة شرملتها مزيان، ها هو السردين ديالنا كيفاش جا، شوية البطاطا، نتمنى منكم تدعموني وديروا لي لايك وتابوناو عندي، كنشكركم بزاف اللي كتشوفوا لي الفيديو ديالي، و السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.